طبعا الكعد الصبح في الحمام اللي هي بتتراوح الافريج تايم انه بشكل رئيسي تقريبا نصف ساعة، خلينا نقول 30 دقيقة بنقضيها بالحمام كل يوم، بشكل الجلوس على قاعدة الحمام وتصفح اي شيء، قراءة اي جرائد. عارفين العادة هذه قديش خطيرة، وعارفين قديش بتضغط على كل العضلات والأوعية الدموية، وكديش بيزيد من عملية صعوبة في الإخراج. نصيحتي لكم عشان تتفادوا كل هذه الأمور، اعملوا الخطوات التانية. بتصحوا من النوم، أول ما بتصحوا من النوم تأخذكم رشفة من المياه هاي الباردة اللي بتكون محطوطة عندكم في جنب التخت. بعدها شوي شوي بتصحوا بتمسحوا وجهكم، شوي شوي بتقوموا بتقولوا يا الله، بتغلوا هالمية وبتحطوها، بتشربوا كاستين مية زي هذه الحجم هذا، بتضيفوا عليها نص حبة ليمون، وبتضيفوا عليها نعنع فريش مع المياه الساخنة، وبتضيفوا عليها نص معلقة عسل، نص معلقة عسل لهالمياه هاي، نص معلقة عسل، نص حبة ليمون، وكاسي زي هيك مياه ساخنة. بتشربوا كاستين من هالمياه هذه اللي هي مياه عذبة طبعا، حموضتها بتشجعكم انكم تشربوا، والعسل اللي موجود فيها بمجرد نص معلقة عسل في الكاسة هذا بيعمل على زيادة حمض المعدة، بيعمل على تخفيف حدة الاحتقانات اللي موجودة في المعدة تاعتكم، والمياه هذه ما هي ما لا يعني ما بتقعد في المعدة أصلا، يعني بتمر عملية مرور الكرام. هلا المياه الساخنة هذه مع الليمون ومع العسل نص معلقة ومع النعناع هذه حتدخل على منطقة القولون في النهاية، وحتنشط حركة القولون وتنظف القولون وتجهز مع الليونة هذه اللي موجودة في النعناع والمياه الساخنة، هذا بجهزكم لعملية الإخراج بشكل سريع، مش نص ساعة، خليها 5 دقائق. هلا إذا بدكم تسرعوا من عملية الإخراج وفي عندكم صعوبة، حكينا لكم ممكن على الواقف تدهنوا من هاي الزيوت اللي هي زيوت الزيتون مع إضافة مع مطحون النعناع، مطحون الزعتر، مطحون السمسم. هذه الزيوت الأفضل إن ندهنها وإحنا واقفين وبالطريقة هذه ونعمل الحركات هذه. إذا ما قدرنا نوقف وندهنها وإحنا قاعدين، بدنا ندهن من هذه الزيوت فقط في حركات دائرية بعقارب الساعة وبعكس عقارب الساعة مع عمل ضغوطات معينة بالطريقة هذه وإحنا قاعدين على المعدة وعلى الكولون. في هاي الحالة بنضمن بعد ما نعمل الأمور هذه إنه بلشنا يومنا تنظيفات كاملة، سهلنا عمل الكولون بشكل كبير بكاستين مية ساخنات مع 5 دقائق حركات بسيطة بعد حمام البخار على جسمي وشوية زيوت، وهذا وفر علي نص ساعة كعاد ومفاقمة للمشكلة عبين ما تتم عملية الإخراج، لأنه في عندي إمساك قوي وفي عندي غازات، فهذا بسرع كتير من طرد كل الغازات وكل الشوائب، وبنظف عمليكم دوتوكس للكولون على بداية يومكم على ساعة الصبح اللي هو المفروض يكون 4:30. لو تصحوا 4:30 5 فقط لعشر دقائق ربع ساعة تقوموا في العمليات هذه. إذا بدكم تعملوا تمارين تنفسي بيكون أحسن، وبعدين ترجعوا تناموا وبتكونوا جاهزين لحياتكم في نفس اليوم، أو بدكم تبلشوا اليوم بدري بيكون أفضل. تحياتي لكم، شكرا لكم، دكتور محمود السوس، علاج طبيعي وتأهيل.